المتفوقين والمتفوقات في امتحان شهادة التعليم المتوسط، وأدعو فضلا سيدي رئيس الجمهورية ليكرم مرة أخرى المتفوقين والمتفوقات في شهادة التعليم المتوسط. تتقدم التلميذة الأولى وطنيا ماريا مزوزي، هي الحاصلة على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.95 من مؤسسة التربية والتعليم الخاصة مالك بن نبي ولاية باتنا، تحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم التلميذة الوصيف حنين، التلميذة حنين وصيف تحصلت على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.93 من ولاية الوادي، هي الثانية وطنيا، تحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية مهداة من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ سامي نيت صغير، وهو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.92 والمتمدرس بمديرية تربية الجزائر شرق، يحظى بهدية وميدالية لترتيبه الثالث وطنيا ومكافأة مالية مهداة من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ آدم مقلالي، هو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.92 من ولاية الجلفة، يحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. الشكر لكم سيدي رئيس الجمهورية. يتواصل التكريم، وأدعو فضلا سيدي رئيس المجلس. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.